السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي نطرقوا ليه جوج ديال النقاط. النقطة الأولى كتتعلق بحول الشكايات اللي كيديروا الإخوان دابا اللي ما استفدوش من الرميد واللي ما استفدوش من النظام الغير المهيكل. كما قلت لكم في الفيديو السابق ديال الأمس، بحكم ان توصلت بعدة رسائل من بعض الاخوان يعني باش ندير لهم الشكاية ديالهم نسجلهم، الاكثرية ديال الاخوان اللي كيصيفطوا هاد الشكاية اصلا ما صيفطوش الطلب ديالهم في الاول، وهاد البوابة ديال وضع الشكايات اولا دارت الاخوان ولا الناس اللي صيفطوا رميد وما استفدوش، واللي صيفطوا عاوتاني المعلومات ديالهم في البوابه الالكترونيه تضامن وما استفدوش كذلك. هاد الجوج هما اللي معنيين بوضع الشكايه، من غيرهم انسان ما دولاش يدير شكايه، وهاد الجوج خصهم يعرفوا علاش انهم ما جاوبوهمش. راه اون فوا ملي كتجي كدير النمره ديال التليفون، النمره ديال البطاقه الوطنيه، النمره ديال الهاتف ديالك، كتدخل داك الكود كدير تاكيد، ديك الساعه كتبان لك واحد الرساله علاش ترفض لك الطلب، شنو السبب باش ترفض لك الطلب. اما راك كتستافد من شي حاجه، او كتبان لك واحد الرساله لتحت الطلب ديالك راه غير موجود، يعني راك ما تسجلتيش في الاول يعني بلا ما تحتاج دير شكايه، او انك راك تستافد من شي حاجه، ولا ديك المهنه اللي عمرتي لنا انت في سميتو ما عندناش حنا في ديك الشروط ديال الدعم هادو. اذا الاخواني بالنسبه للناس اللي معنيين بوضع الشكايه هما الناس اللي صيفطوا رميد وما جاوبوهمش، والناس اللي عمروا المعلومات ديالهم في النظام الغير المهيكل ثاني وما جاوبهمش. هاد الجوج هما اللي معنيين فقط. راه انت ما صيفطتيش ما معنيش بانك دير شكايه، ما معنيش. والمساله الثانيه هو ان كاين بعض الاخوان لانه راه كيستافد ماشي دعم، وكتلقاه صيفط رميد او صيفط في النظام الغير المهيكل، راه كيجاوبوك، راه ملي كدير لاكارت ديالك والتليفون ديالك وكدير النمره وكدير تاكيد في سير بلاص كيجاوبوك، ها علاش تم رفض الطلب ديالك. ديك الساعه الا كنتي فعلا هذيك الرفض ديال الطلب، ديك المعلومه اللي عطاوك تما صحيحه، يعني راه ما عندكش علاش دير شكايه. كان ديك المعلومه ترفض لك الطلب على اساس ديك المعلومه اللي رفضوا لك بها الطلب ماشي صحيحه، يمكن لك دير شكايه، شي مشكل، علل ديك الساعه بالشكايه المعلومات ديالك ها شنو شنو شنو، وديك الساعه هما راه الشكايه ديالك غادي يدرسوها. وعندك حق ثاني كذلك، واخا انهم جاوبوك رفض الطلب لسبب انك كتخلص ولا هذه وبغيتي دير الشكايه ديرها، ولكن راك ما تستافدش. باش نكون معك واضح، النساء عاوتاني الارامل اللي كيشدوا الدعم ديال الارامل، هذيك ثاني راه دعم كتشدوه من الدوله، وهاد الدعم ثاني ديال الرميد ولا ديال النظام غير المهيكل حتى هو راه دعم ديال الدوله. اذا راه ما يمكنش تشد جوج ديال، فهمتي، النساء العيالات اللي متوفي لهم الزوج ديالهم وكيشدوا داك الدعم ديال الارامل، يعني راكم ما تستافدوش من هاد، ما تستافدوش من الرميد وما تستافدوش من النظام غير المهيكل، فهمتوني. الطلبه عاوتاني حل البال حجوني بعد صيفطوا لي شي اخوان لاكارطات ديالهم والمسائل ديالهم، ملي عمرت لهم المعلومات ديالهم كتعطيني بان هاد السيد راه كيشد منحه ديال التعليم العالي، يعني كيشد المنحه على حسب المدرسه اللي كيقرا فيها، حتى هاد الناس ما يستافدوش. الامور واضحه وراهم كيعطيكم ها علاش ترفض لكم الطلب، الطلب ديالك علاش ترفض، ولا كيعطيك ان الطلب ديالك غير موجود، يعني راك ما دفعتيش في الاول. هادي بخصوص الشكايات اللي كاين في البوابه دابا، فهمتي. نتمنى ان كل شيء يكون واضح. والموضوع الثاني يا اخواني اللي نهضروا فيه وما نطولوش فيه،
هو هذا الشيء اللي كنشوفه دابا في القنوات الإذاعية. هذا الشيء صراحه ما كيفرحش، هاد البرامج اللي كدير دابا القنوات التلفزيه، وخصوصا في هذا الشهر المعظم، في هذا شهر رمضان، ما عندها لا اساس ولا راس كما كيقول. حنا في غناء على هذا الشيء دابا، بالرغم اننا حنا دابا في شهر رمضان المعظم، وكنعيشوا هاد الجائحه هذه. من المفروض على القنوات التلفزيه، وكما كنعرفوا اخواني ان الشعب المغربي والامه الاسلاميه كامله عندها واحد الوقيت محدد اللي كتجمع فيه جميع الاسر، هو اللحظه ديال الفطور. الناس ملي كيكونوا كيفطروا، كتاذن صلاه ديال المغرب، الناس كيكونوا يفطروا في ديك اللحظه، كلهم كيكونوا مجموعين على طاوله واحده، وكل شيء كيشوف في التلفازه. اذا في العود الاذاعات، ملي تديروا لنا نتوما هاد البرامج التافهه ديالكم في ديك اللحظه، ديروا لنا برامج توعويه، وعيوا الناس شنو خصهم يديروا، كيفاش خصهم يتعاملوا مع هذا الوباء. الجميع حتى الناس ديال البوادي مساكن، راه دابا ديروا في راسكم ان الناس ديال البوادي، الناس ديال القرى، الناس ديال المناطق النائيه، والناس ديال راه ملي كيخرج الصباح، كينوض في الصباح كيخرج، اما كيخرج شويه ديالو، ولا كيخرج البقيرات ديالو، ولا كيمشي يقابل ديك الفلاحه ديالو، ماش كيجي ماش كيرجع للدار ديالو، كيرجع حتى الربعه ولا الخمسه حتى مول العصر. حنا كنهضروا دابا على شهر رمضان، كيجي كينعس، كيدوش يصلي كينعس. واش هذا غيقلب على التلفزه انه يتفرج فيها ولا يسمع الراديو؟ ولكن في ديك اللحظه ديال الفطور راه كلشي كيكون كيشوف، كلشي كيسمع، ما فيها باس. القنوات الاذاعيه، قنوات التلفزيه، ديروا لنا برامج ديال التوعيه. شنو غتخسروا الا درتوا برنامج فيه 5 دقائق ولا 10 دقائق؟ خلينا من داك البرامج اللي كدير فيه 30 ثانيه 20 ثانيه، راه ما يستافد منه حتى واحد هذاك. والناس اللي ما عارفينش، الناس اللي ما وعيهم بالطريقه الدارجه، وعيهم بالدارجه، ها شنو خصك دير، شنو خصك دير. لان هذا المنظر اللي كنشوفوا، اي الله يجازيكم بخير، كاين بعض القنوات اللي ما مقصرينش من جهدهم، ولكن راه اخواني راه ما يحس في انفسنا، راه هذا الشيء اللي كنشوفوا راه ما الناس راه ما عارفاش، الناس ما عارفاش. نعطيكم غير مثال، الكمامات. الكمامات من المفروض انك خصك ديرها 4 ديال السوايع، ياك؟ والناس راه حنا كنهضروا على الكمامه ديال 80 سنتيم، الله يحسن العون، راه الناس كيشريو كمامه ديال 80 سنتيم. راه كاين الكمامه ديال 80 سنتيم اللي كدوز له 20 يوم شهر هو عنده، كيشدها كيخيطها، كل نهار كي ما عرف واش كيصبنها ولا ما كيصبنهاش، كل نهار دايرها في جيبو، كيخرج كيديرها. كيولات هاد الكمامه في نظركم اللي دوز 10 ايام سيمانه كتولي هاد الكمامه؟ يلا وزيد وزيد. والمساله الثانيه هي اللي ما عجبتناش كاع، هو ان الكمامه سيدين خصك تستعملها 4 ديال السويعات، وشدها وعقمها وقطعها وديرها في بلاستيكه وسير رميها في الطارو ديال الناس. ما كيديروش هادشي، راه كنكونوا غاتن في الطريق ولا غنمشي عليك كنلقاو كمامات مرميين، والله العظيم لا مرميين كنلقاهم. اذا فين هي التوعيه هنايا؟ الناس راه ما عارفينش، راه ماشي كلشي كيسمع، ماشي كلشي كيسمع للقنوات، ماشي كلشي كيسمع للبرامج، ولكن في ديك اللحظه، في ديك اللحظه بالضبط ديال الفطور، راه كلشي كيكون كيسمع، كلشي كيكون كيتصنت. والمغاربه عندنا حنا راه كيخافوا الحمد لله، راه كيسمعوا شي حاجه، كيسمعوا حاله زادت راهم كيتخلعوا. راه بحال المشكل اللي وقع ديك النهار في سوق الاربعاء الغرب، راه السوق حبسوه، كان في السوق عيعمر في الجهه كامله، كانوا يعمروا جوج ديال الاسواق، سوق ديال حد كوت في سيدي قاسم، وسوق في تيفلس اللي في اقليم الخميسات، الجهه كامله كانوا يعمروا في هذا السوق. وقع داك المشكل ديال سوق الاربعاء الغرب، كانوا قالوا راه بانت واحد الحاله تما، وتصوروا السوق حبسوه. هنا باش تعرفوا راه المغاربه كيسمعوا وكيخافوا في نفس الوقت، خصهم غير التوعيه، خص غير اللي يوعيهم بجميع اللغات، وعيهم بالطريقه، وعيهم بالدارجه سيدي. ديرنا برامج توعويه تكون بالدارجه، وما تكونش فيها 30 ثانيه 40 ثانيه، ادير فيها 5 دقائق 10 دقائق، ووعيه وعاود وعيه وعيه وعاود وعيه باش يستوعب مزيان. اذا هادو هما المواضيع اللي كان حق علينا نطرقوا عليهم اليوم، و